وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وكل هذا لمن؟ رزقا للعباد. فالله عز وجل لا يريد شيئا من هذا. هذا رزقا للعباد الذين بعضهم يكفر برب العباد وبعضهم يستعين بهذا الرزق على معصية الله. رزقا للعباد وأحيينا ببلدة ميتا كذلك الخروج. إن الذي أحيا لم يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك، يا كان أهل مكة كذبوك فإنه قد كذبت قبلهم أمم كثر، ذكر منها الله هنا ثمانية. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم يأتي المقطع الثاني يتكلم فيه هذا القرآن عن مطاردة علم الرحيم الرحمن لهذه النفس التي تدخل في هذا الإنسان. عبد الله، لا يمكن أن تخفي شيئا عن الله، كل ما خطر ببالك فالله مطلع على ذلك. فانجو بنفسك قبل حلول المهالك. إذا خطر ببالك ذنب فضج إلى الله، استغفر الله منه وهو خاطرة، اقلع عنه وهو خاطرة، فقد اطلع الله عليه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا فكرت في ذنب فاقلع عنه ما دام خاطرة وفكرة، فإن الإقلاع عنه في ذلك الوقت أسهل من أن يكون عزيمة وإرادة. هذا مقام، قال مقام المراقبة. ولذلك الله ذكر المتقين في هذا المقام، قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لازم التذكر هنا لم يذكر، لم يقل تذكروا منزلتهم عند الله، ولم يقل تذكروا عذاب الله، ولم يقل تذكروا انتقام الله، وإنما قال تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن المتقين أصناف، منهم الرسل، منهم أولياء الله، منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الناس الخلق تتقى الله. إذا مسهم طائف من الشيطان، مسهم تذكروا، ضجوا إلى الله، فإذا هم مبصرون. ولذلك ايش يقول لي أنا وأنت مولانا؟ ماذا يقول ربنا لنا؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد الله يقول لي ولك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما يلفظ من قول إلا لديه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والكتاب المتواصل الكتابة لا تنقطع إلا في ساعة وقت واحد ما هو وجاءت سكرة الموت بالحق حين تأتي سكرة الموت خلاص يطوي الملائكة تطوي الملائكة الصحف ما تمكتوب عليك بعد الموت لكن تظهر نتائج تلك الكتاب يا كنت مستقيما خائفا من الله تبشرك الملائكة عند النزع فلان لا تخاف أنت كنت مستقيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا الثمن وهذا المذمون ثمن قالوا ربنا الله ثم استقاموا المذمون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لا إله إلا الله هذا السبب شنو الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم إخواني الكرام إحنا قدامنا نهار عظيم مقبلين عليه قلت نستحاو من الله في السراء في الضراء في المنشط في المكره نخاف الله